السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجلفة، وقع حادث مرور مميت قبل قليل بطريق البلدي رقم 9 رابط ما بين بلدية الإدريسية وعين الشهداء، بالضبط منطقة مطرحة ببلدية الإدريسية. تمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة نصف مقطورة. أسفر الحادث للأسف عن وفاة سائق الشاحنة بعين المكان، الله يرحمه ويغفر له يا ربي، إنا لله وإنا إليه راجعون. تم التكفل به من طرف مصالح الحماية المدنية ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث. دايما قولوا لسلامتكم سوقوا بحذر مع تخفيض السرعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.